عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد اليوم سون مونتاج، اليوم بلا ما ندير المونتاج. اليوم درت هذا الفيديو سبيسيال لحبيبتي وحبيبه قلبي اللي نبغيها ونموت عليها، وربي يخليها لوليداتها وربي يحفظها ويكمل لها ما تتمنى. مونتاج، روتينات، طبخات، معروفين الله يبارك في ولايه قسنطينه، الولايه المحبوبه عندي. المهم انا هادو زوج ولايات راني باغيه اني كلبه باش نشوفهم، قسنطينه وعنابه. المهم راني ندير لكم في هذا الفيديو سون مونتاج الشيرات اللي راهم عندي، اللي تبغي روتينات تبغي طبخات روتينها. ام تاج نموت عليها، ربي يحفظ لها التاج ان شاء الله، ويحفظ لها وليداتها مولابيتها ميمتها. فريمون الانسانه اللي تعلمت منها بزاف صوالح، وما تخطينيش كوما ندخلش نشوف ما نريحش. تعلمت منها طبخات قسنطينيين، تعلمت منها روتيناتها، تعلمت منها حلويات اللي ما كنتش نعرفها. فريمون الله يعطيك الصحه، الله يجعلها صدقه جاريه عليك ان شاء الله يا ربي، ويحفظك لوليداتك يا حبيبتي يا تاج راسي يا استاذتي، ربي يحفظك وربي يخليك. فريمون ما شاء الله، ماشي انا هذا الشيء اللي راني نهضر فيه راه يخرج من قلبي، يخرج من عقلي، يخرج باسكو الانسانه الوحيده اللي دخلت قلبي ما نعرفها لا في شخصيتها، ما نعرفها كيما نقولوا حنا، ما ابار اليوتيوب ما نعرف عليها حتى حاجه، لا انستغرام لا فيسبوك لا نيميرو دو تليفون والو، ابار اليوتيوب برك تاعها اللي نعرفها ونتفرجها. ونوجه لك تحية من هذا المنبر ونقول لك شابو أمتاج، ومزيد من النجاح والتفوق إن شاء الله يا ربي، وحفظك لوليداتك حبيبة قلبي. روتينات والله فريمون بلا زوخ بلا تصنع بلا ولو، على الطبيعة كيما راهي عايشة في دارها تصور لكم الروتينات تاعها طبخاتها عادي، أبر وجهها اللي ما نشوفوش، وهذا الشيء نعتز به باسكو انا نشوفو بزاف اللي راهم يورو وجوههم ويوروهم يتعرضوا للتنمرات، راهم يتعرضوا لبزاف صوالح. المهم لا علينا، شيرت ادخلوا عندها شوفوا عجبتكم القناه ديروا لها ابوني، ما عجبتكمش الله يسهل عليكم، انا المهم كوما نتفرجهاش ما نريحش. وهذه مشي بيبليسيتي، تجي وحده تخرج لي من الحوتالات وتقول لي راكي ديري لها في بيبليسيتي للقناه تاع حريم، خلصاتك اختي هي راهي في قسنطينه وراني في الغرب، عارفي شراني بعيده عليها. انا يا حبا ليها راني ندير لها في هذا البي، والله ما على بالها بلي غادي ندير عليها فيديو. المهم شيرات تهلاو في روحكم، فيديو جاي ان شاء الله، سلامه.